أهلا وسهلا فيكم بساعتنا الثالثة والأخيرة من يوم جديد. أنا وصلت معكم للختام. بحب دائما أودعكم برسالة أو بدعاء. ادعوا لأنفسكم دائما، اللهم أحسن خاتمتنا جميعا، اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تأخذنا إلا ونحن بأفضل أحوالنا وأشكالنا حتى يليق بعظمة لقائك. دمتم سالمين، تحية من القلب في أمان الله. رح ننتقل إلى مطبخ يوم جديد. يعطيك العافية لنا، شكرا جزيلا. يعني مستمرين معكم في يوم جديد وبمطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ، ودائما علا بتعمل لنا وصفات لذيذه ومبتكره. صباح الخير علا. يا هلا وحي الله بالبنات الحلوين. صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح الطاقه الايجابيه، صباح يومكم جديد من جديد. مطبخ يوم جديد مكملين معاكم احنا بالساعه الاخيره من برنامجنا الصباحي مع زميلاتي الان مع كاتي فراج بفقرات المطبخ. رح نعمل انا وياكم اليوم كبسه، بس الكبسه رح تكون بمعكرونة ومن سميد القمح، فرح تغلبك شوي بالفلفل لأنه القمح بسحب مي، ممكن أنها تخبص معك. فرح نحكي أكثر عن التفاصيل بالإضافة للي هي رقائق السمبوسك اللي زاد عندها إشي من رمضان بالفريزر. هلأ رح أعطيك إلها طريقة لحتى تقدر تعمليها على طريقة الحلى بطريقة هيك خفيفة ولطيفة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نأخذ المقادير مع كاتي فراج على الشاشة. خلينا نشوف مقادير كبسة معكرونة بالدجاج. بدنا دجاج قطع بعظمه، بدنا واحد بصل، بدنا اثنين سنتوم مدقوق، بدنا جزر مبروش طبعا هذا اختياري، بدنا اثنين بندورة مقشرة ومفرومة، بدنا فلفل أخضر اختياري، بدنا واحد ملعقة كبيرة معجون طماطم، بدنا ربع كوب زيت نباتي، وبدنا مرق دجاج. أيضاً بدنا 2 كوب معكرونة لسان العصفور محمصة، البهارات الصحيحة، بدنا لومي، عود قرفة، هيل حب، كبش قرنفل وورق غار، وبدنا البهارات الناعمة، بدنا ملح، فلفل أسود، كركم، بهار مشكل أو بهار كبسة، وبدنا كمان كزبرة. تمام، الله يعطيك العافية. كيف أنت والكبسة كاتي؟ والله يعني انا مش لا انت مقاطع الرز والمعكرونه اسمع انا بحبوش برز، بس هايدي اجربها لانه شكلها يعني جديده وصحيه، يعني زي ما حكيتي اللي هي قمح يعني بالضبط بالضبط. هي موجوده كمان بالاسواق بالكيس حقه 35 قرش. ابدا هيها بالمقلايه، شكلها زي شكل الرز زي السنوبر، هي مبوزه. اللي بالقمح بتكون غامقه، في منها كاتي فاتحه، بس صراحه شوي بدهم يجيبوا شيء ذات جوده لانها بتخبص. اوكي ديروا بالكم. اوكي هيها هون، يعني هذا هو شكلها وكتير قاسي. هي معكرونه بالاول وبالاخر فبدها مي كتير. تمام هلا انا بالنسبه كاتي للدجاج، انا هون هلا رح يبين معاكم سلقته عادي لحاله. بدك تحمصيه مع البهارات زي ما كتير ستات بتعمل بصير، بس انا بصراحه ما بحب، بحب اسلقه واشيل الزفر واعطره وانكه بعدين انزل عليه البهارات وباقي الخليط، فهذه حريه شخصيه. انا هون عندي الدجاج بعظمه طبعا كمان بجلده ومع المرقه تبعته. اذا انت ملاحظه المرقه تبعته نظيفه نظيفه، يعني انا ساحبه منها كل اللي هي الامور اللي ممكن انها تعمل شوائب بالداخل. تمام معكرونه لسان العصفور مش رز، ما راح انقعها بس راح احمصها عشان اعطيها لون. تمام يلا نحمصها انا وياكم. أوه. وبعدين مباشره راح نكمل مع كاتي ونصبح عليكم. اهلا وسهلا فيكم. اوكي جميع. انا فتحت لانه هون ما كان طالع ففتحت من الموبايل. يعني بسم الله بنصبح رجاء بدويه، بنحكي لها صباح الخير انور الحطاب وام عبد الاله وابو سيف وسعد صوالحه ندى، وايضا اعتدال اتوقع اسمها بتصبح علينا، او عم بطلبوا بارقام الهواتف لو سمحتوا اذا تكرمتم. شمس النهار، ايمن بتصبح علينا، ايمان العزازمه، وورد وورود القاضي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير لملكه الوصفات احلى شيف فيهم البركه. يلا تمام يا عمر. هلا هون احنا رح نعمل خلطه اللي هي الكبسة المتعارف عليها، بنحط زيت شوية بصل بنقلبهم. نعم. هلأ الجزر بالكبسة اختياري، في ناس بحطوه في ناس لا، فأي شيء ما بتحبي بالوصفة
اعتبريه مش موجود. تمام أوكي. احنا زلزلت نبات نخلي درجة حرارته شوي تطلع واضل جنب المعكرونة. المعكرونة بسرعة رح تسحب لون رح تنحرق. ها ديري بالك زي الشعرية تماما. فبضل انا بهذا الشكل على حمى الطاسة بدون انا لا حطيت مي ولا حطيت زيت ولا اشي، بس بحمصها لحتى انا اعطيها لون أوكي. كتير حلو. تمام. أم بشار البطوش بتصبح علينا. أيضا ابتهال الترتير من فلسطين بتحكي لنا يسعد صباحكم، بتصبح علينا بتحكي لنا صباح الخير أم بهاء الخوالدة. وسام بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير أم يا صباح الورد والفل والياسمين لجميع الزملاء. تحياتنا لإلو. دعاء القضاء بتصبح علينا، وفاء محمود وجنى الدعامسة. مش عمر وجان اللي بيقول صباحكم شوغر؟ ما هو صباحكم شوغر. نعم تحياتنا لإلو. أكيد إن شاء الله جميعا. أكيد. ونداء بتصبح علينا، نادية التميمي بتصبح علينا، وأم يامن الحراحشة وحاتم القلاب ونشمية أردنية بتحكي لنا صباح الخير. في ريال القسراوي صباح الخير زمان عنا. بسم الله. يلا علا حين قليهم عادي كاتي، بس رح أدب البصل. حبيتي حبيتي ما حبيتي أو زوجك ولادك بنزعجوا من البصل، روحي على البصل الباودر، ما رح يعمل التأثير اللي بيعمله الفريش عادة. تمام. رح نروح ننزله شوي رشة خفيفة من الملح لحتى هيك يدبل معاي وننزل السوائل بداخله. طب علا عصير البصل هلا بالهايبر ماركت الكبير في البصل مقطع ومحطوط بباكيتات. مو انت ما تعمليش اسمعي، مو انت هلا الحجه اللي على الشاشه كلها هذول النيطات. لا مش هيك، انا شو بدي اسال انه هذا لما بدي تستعمليه اول مره كيف قديش بضل بعد فتحه؟ شوفي هلا كاتي البصل يحتوي على سوائل عطريه. اوكي. هاي السوائل العطريه اول شيء رح تنتشر. هلا بلاش ما اختلفناش. اوكي. زوجك رح يفتحها ويقلب عليك، هي وحده. طيب الثلاجه. ثاني شيء واللي هو الاهم انه البصل مع درجه بروده الثلاجه رح ينزل المي، رح ينزل المي. تعال عليه بعد ساعتين حسي حبه البصل. أوكي. دبلانه. اوكي. اذا انا كل النكهه اللي بدي اياها والفائده، ترى البصل كثير مفيد مطهر طبيعي للامعاء. تمام. فكل الفائده اللي بالبصل راحت، وانا ما بدي هذا الكلام يعني أبداً. اذا بدي مستعمله مره واحده بعيدك الله كافي عم اشري لك. مش انا والله مش انا، انا بحب اقشر البصل وتشوف ما عندي مشكله. هلا اذا للاستخدام يعني سؤال كافي جميل بانه قديش مده صلاحيته في الثلاجه؟ يوم والثاني بس. اوكي. وبخرب الدنيا بالثلاجه دير بالك. بلاش. بتصبح علينا ايضا شمس النهار، ام موفق بتصبح علينا، ام زيد التميمي، ابتسام الرماوي بتصبح علينا، الخوالد محمد الله يسعد قلبك شكرا جزيلا، إيمان بيان أبو ناصر بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، نايف عليوة من العقبة بصبح عليك شيف وبحكي لك صباح الخير، أم بشار البطوش، أم حمزة الله يسلمك شكرا، وعبد الله العمرو والجميع بصبح علينا. في معنى اتصال. أم يلا. أم عمر من عمان صباح الخير. أم عمر صباح الخير كيف حالك؟ الله يسعدك كيف حالك انت؟ والله تمام الحمد لله. عفوا كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وعافيه الله يسعدك. وبلدنا بخير. امين امين يا رب. بدي اكثر من شيف علا طلب ومنك طلب. يلا احكي اول انا بعدين علا. عندي يلا من علا اسمه اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بدي البرياني اللي انت عملته هذيك المره ما حضرته. ايش هو البرياني؟ البرياني وبدي الاحتفال. هذا من كاتي ولا من علا؟ عاده منك اكيد. الاحتفال بعيد الاستقلال امبارح تبع سيدنا الله يطول عمره ويسعده. بدي تعيدوه التلفزيوننا نشوفه ان شاء الله ستي ولا يهمك. اكيد شكرا جزيلا. ان شاء الله يا امي اهلا وسهلا فيك. يلا يلا. طيب هلا علا عم بتحمصي. معنا بيان. معنا بيان. يلا اوكي ليان. بيان ليان يس. الو صباح الخير ليان. الو صباح الخير كيف حالك ليان؟ تمام كيفك كاتي؟ انا منيحه. الو معك ستي كيفك؟ والله مستاءة كيفك انت؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا ربي. صباح الخير كيف علا؟ يا صباح العسل والفل والياسمين. يا هلا يا هلا يا ربي. اهلا فيكي صباح الورد. انا جربت الوصفات، جربت السمبوسك قبل رمضان. نعم ما ضبط معي الصوص. ضبط انت البركة يا قمر، فيكي البركة صحة وهنا والف عافية. الرز المبخر مع الفرنج
يا عيني يا عيني كثير زاكي. يا سلام صحة وهنا يا قمر. على قدي بس كثير انبسطوا عليها. حبيبتي تحياتنا لك ولعائلتك الكريمة. هلا هون كاتي انا حممتها. مش مشكلة انا حمصتها مبدئيا. هلا بنحممها مع الصلصة. شوفوا لونها كيف صار زي الشعري وسخن. ايدك لابسه زي الشعريه شايفين هيك شويه لون فاتح بس. أوكي. حمرتها تمام راح اشيلها وعلى حم المقلايه راح تاخذ كمان لون. خلي عينك عليها تمام. هون نزلنا البهارات. البهارات اللي فيها زيوت عطريه ما بتطلع معك الا لما تحمصيها بالماده الدهنيه. نزلت البصل والفلفل الحار غار ورق غار او اللي هو ورق لورا. في عندي هون هاي نجمه اليانسون بتعطي طعم وبتعطي هيك رائحة عطرية للي ما عندها ماء الكادي. هاي نعم هاي شايفينها اسمها نجمة اليانسون. حطي حبة واحدة لكل الطبخة لأنه طعمها كتير قوي بس كتير بتعطيك شغل مرتب. طب اسمعي في سؤال علا كتير مهم. نعم. من زوزو اسمها قولي. قندلفت تحكي لك شيف لو سمحت استعملات حليب الصويا. نعم. نعمل فيه الكيك يعني بنعمل فيه كيك واشياء سخنه بدها تعطيها وصفات. هلا شوفي كاتي حليب الصويا للناس المتبعه نظام غذائي صحي للناس المتبعه الكيتو دايت مثلا طبعا كلها الافضل يكون بتوجيهات اخصائيه تغذيه حسب انت ايش بدك تستخدمي. فهلا الوصفات بناء عليها ولكن انا بوعدكم ان شاء الله بيوم جديد اجيب لك حدا مختص فدائما اهل الاختصاص افضل مني بمليون مره. اهل الاختصاص هم فاهمين صح عشان احنا نفيد جمهورنا قدر المستطاع. فانا رح اجيب لك حدا مختص بهالامور ونعمل لك احلى تحلايه وفطور وغدا وعشاء بحليب الصويا وهو شيء كثير زاكي صراحه وسعره فيه. ريان عودي بتصبح لنا وبتحكي لنا صباح الخير. صقر ابو هزيم النتش بنصبح عليه. الخوالد محمد اثيل المنصير بنصبح عليها. وام ثامر المجالي كمان زمان عنك اشتقنا لك. وام لين بتصبح علينا. ام براء دويكات يامن بتصبح علينا. سوزان بتصبح علينا من فلسطين كالعاده. احنا بنصبح عليها بنحكي لها صباح الخير. وايضا ام نايف بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير وبتصبح على الشيف علا نيروخ ايمان العزازمه. ام ثامر بتحكي شو عم تطبخوا يا كاتي اشتقنا لكم. علا عم تعمل لنا اليوم كبسه بلسان العصفور بالمعكرونه. نعم اوكي يعني. تمام هلا احنا حمصنا كاتي. نزلت الجزر حمصته شوي ما بدي اياه يدبل على الاخر. بعدين قلت لك اختياري ما بدك اياه ما تحطي. بعدين هون انا عم بحمصه مع اللي هي معكرونه لسان العصفور اللي حمصناها. بعدين بجيبهم كلهم هيك على جنب تمام وبروح بجيب عصير بندوره سواء كان معلب او انت اشريها وسويها على الخلاط بهذا الشكل تمام. وبعدين رح كمان احط لي شويه لون بسيط من معجون الطماطم. حط معلقه صغيره شوي بتكفي وزياده. رح احركهم مع بعض وبعدين رح نصفي عليها مرق الدجاج. واللي ما عنده مثلا مرق دجاج ولا بيقدر مكعب مرق مثلا يعني مي مغلي. نعم نعم بس بما انه احنا عاملين كبسه وفيها دجاج اذا في مرق فيه. نعم متوفر المرق رح يكون. هيفا بتصبح علينا وألفا بتصبح علينا. أم حسن وأم محمد وعمر أبو لنعاج بصبح علينا. أشرف الخزاعلي بنحكي له صباح الخير. مخلد الحجاية بنصبح عليه. أم زيد الغويري بنصبح عليها. منى العلاونة صباح الورد. وريان عودي حبيبة قلبي شكرا. ومحمد عليه وبصبح علينا. وأم محمد الخطيب يا صباح الورد. وأيضا إيمان شكرا جزيلا. وأيضا منصبح على عبير تحكي لنا صباح الخير. وآسيا صباح الورد. أمل بتصبح علينا. ومنى وحسونة بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير. أبو أحمد بصبح علينا. وملك الهواري بتحكي لنا صباح الخير. وخليل الطراوي صباحهم جميعا. أنا هون كاتي صفيت المرأة بعدين رح أحط بهار مشكل وأي بهار هي الست تعرف حالها انها بتحبه للكبسه تحطه تمام. انا هون راح احط كمان شويه كركم عشان يفتح لون الاحمر يصير هيك شوي فاتح يصير كثير حلو بالاضافه للقيمه الغذائيه. اذا بهار مشكل بالاضافه للكركم راح احط بهار كبسه او اذا ما عندك حط الخلطه اللي انت بتحبيها كزبره ناشفه اوكي هيو بعدين ملح وفلفل تمام.
تمام. في معنى اتصال أم أحمد من جرش. صباح الخير أم أحمد. أم أحمد صباح الخير. أم أحمد. أم عبد الهادي صباح الخير. صباح الخير. كيفك أم عبد الهادي؟ صباح الخير. صباح الورد، كيف حالك؟ كيف حالك وشو أخباركم؟ إحنا مناح، أنت كيف حالك؟ والله كل عام أنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب. والله حبيت أعايد عليك، وكل عام أنت بخير. أنت الشف علا. يسعد قلبك، مني ومن الشف علا، تفضلي علا. يا هلا فيك يا أم هادي، صباح الورد. أم أحمد. أم أحمد. أم أحمد. أم أحمد وأم عبد الهادي وأم خليل وأم نايف، تحياتنا للكل. أكيد. الله يسعدك يا رب. فيك البركة يا أمي، أهلا وسهلا فيك. تعايد على جلالة سيدنا. نعم. جلالة الملكة وسمو الأمير حسين. نعم. وعلى ابن أحمد بالأمن العام، وعلى ابن محمد بسلاح الجو. ما شاء الله. نعم، تحياتنا إليك وللجميع، إن شاء الله كلكم بألف خير. الأمة العربية بمناسبة عيد الاستقبال. اللهم آمين. الله يسعدك. الله وأنتم بعيد إن شاء الله، وأنتم بخير وصحة وسلامة. أنت بخير وصحة وسلامة. آمين آمين أجمعين. تمام. إذا أنتم لاحظين المرأة كثيرة. المرأة كثيرة، لأنه هذا مو رز كاتي معكرونة. صح. وحكينا معكرونة بقمح، إذن رح تسحب كل المرأة. فأنا بدي إياها تستوي، ما بدي إياها. أوكي شوي رح تعطيكي تحسي شعور إنها خبصت. ديري بالك رح تحسي إنها خبصت. فبتجيبي صدر وبتفرديها فيه، يضربها الهواء. القمح أول ما يضرب الهواء فورا بشد، فبتصير أمورها تمام. لذلك أنا حطيت المي زيادة، نوطي الغاز ومنروح منغطي الطنجرة زيها زي أي طبخة فيها رز. منصبح ايضا على رما سعوده وفله، تصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. هلا ام هادي صباح الخير. ام هادي. ام عبد الهادي صباح الخير. كيفك كاتي؟ تمام، انت كيف حالك؟ والله الحمد لله، كل عام وانتم بالف خير يا رب. وانت بخير وصحه وسلامه يا ربي. شوف كيف شفتي كيف اليوم وصفه الشيف علا غريبه اليوم. ما شاء الله عليها الشيف علا، دائما وصفاتها بتجنن. هاي الشيف علا معك، تفضل. هلا يا قمر، اهلا، صباح الورد. هلا يا ستي، اهلا. انا متابعتك دائما على الفيس كمان حبيبه قلبي. فيك البركه، اهلا وسهلا فيك، نورتينا. الله يخليك يا شيف علا، منوره الشاشه حبيبتي. بوجودكم الله يخليك يا رب، طول عمرك. اهلا وسهلا. تعالي علينا مره ثانيه شيف علا، اشتقنا لك حبيبتي. البركه بالموجودين، الله يخليك يا رب، احنا موجودين دائما ان شاء الله ما بنقصر. هلا يا ستي، اهلا وسهلا. طيب تمام. أنا طلعت الجاج عندي، عطرته وأموره مية مية. بعدين بنشله من هالمرأة وبروح بعمل له خلطة بهارات. خلطة البهارات اللي أنت بتحطيها مثلاً للجاج لما تحمريه، سواء كان عندك كبسة، سواء كان في عندك اللي هي، خليني أقول مثلاً لنفرض مثلاً اللي بتعملي للأوزي، كل ياته بيزبط. بس أنا رح أحط ملح وفلفل وشوية بهار مشكل. أنت حبيت تحطي مثلاً البهار تبع الكبسة بصير. طبعا هذا بس تحمير، بس تحمير. نعم. أوكي. مستوي. بس تحت. أوكي. الشوايه ملح وفلفل. أوكي. وبعدين راح احط كمان شويه بهار مشكل. تمام. وزيت. اوكي معك. اوكي بنصبح على كيفا يوسف، جود بتصبح علينا، ام حسن وامن القيروتي بتصبح علينا، زهره نيسان بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، وايضا ملك ام محمد العدوان بنحكي لها صباح الخير، وام سلطان العطيات بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، ام نظمي من الخليل بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، وليلى الخطيب، ريم بركات، لولو البنا بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، أم رمزي صباح الورد، وسهير عباسي بتصبح علينا، جمال بتصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير، وأم رفيف السعودي بتحكي لنا صباح الخير، ونور، وأيضا منال، ويوسف عبد النور، ومنى منى علقم بتصبح علينا. أوكي في معنا اتصال من معان من عليا. صباح الخير عليا. صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ انا منيحه، انت كيفك؟ منيحه الحمد لله تمام. كاتي بس حابه اشعر شعر ليوم الاستقلال. يلا تفضلي. يا سلام يا سلام. يا غالي انت الارض العروبه والابطال. يا سلام. كفيت دوما بالمرصاد اني احمل لك اشعاري واهنئك بيوم الاستقلال. حاكمك الهاشمي غير الاصلي وشعبك الاردني اهل الخير. الله، برافو. صح لسانك يا عمر، برافو عليك. بدعتي. نعم.
اهلا طيب. فيكي وكل عام والجميع بالف خير. هلا كاتي احنا حطينا البهارات والزيت وحكت كاتي بانه الدجاج مستوي، اذا انا راح اروح احطه تحت الشوايه فقط. وهون عندي زي ما انت شايفه بلشت تتفلفل، بضل واقفه جنبها، حسيتي بدها مرقه زيدي ما عندك حطي مي مغليه، بس ما تخافي لانها راح تسحب كل المي لانه هاي معكرونه، شوي شوي بعدين بفردها بصدر بضربها الهواء فبتصير امورها تمام. انا هيك خلصت الوصفه، راح نطلع لفاصل واحط الدجاج انا تحت الشوايه، وبعد ما احطه تحت الشوايه راح نرجع بعد الفاصل لحتى نقدم الطبق. يلا فاصل صغير كثير ورجعين لمطبخ يوم جديد، خليكم معنا ما تروحوا مكان. شهي عن جد انك تحفة، لو ماما وبابا يشوفوك والله غير يكيفوا. عن جد رز تحفة احلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة عن جد تحفة. أنا باحثة علمية وأم في نفس الوقت، وعشان أكون مطمنة إنه بشرة طفلي مش عم تتعرض لأي أذى، قررت أختبر بعض الحفاضات المشهورة، بس كانت النتائج صادمة. التجارب بالمختبرات بألمانيا أثبتت إنه فاين بيبي هي الحفاضة الوحيدة المصنوعة من مكونات صحية تماماً، على عكس الكثير من الحفاضات التانية اللي فيها مواد غير آمنة على بشرة طفلك. حتى لو الضرر بسيط، ليه أخاطر بطفلي؟ أغلى شيء بحياتي، لهيك بستخدم فاين بيبي. فاين بيبي، اختيار الخبراء. ساكناً تحت التراب ترقد الآن، وأنت الذي كنت تهز الأرض تحت وقع قدمي. أبي، لك مني عهد الفارس لسيده والولد لوالده، لن أهنأ حتى يدفع قاتلك الثمن باهظاً. أنا العدو ابن العدوس، العدول لا يجرؤ أن يأتي إلى ساحة المبارزة، إنه يختبئ في الغابة كاللصوص. هناك امرأة أخرى تمرمر قلبك، أما أنا فحرة ولا يملكني أحد. أصدقائي شاركوا معنا بالمسابقات وحل الألغاز ضمن برنامج دنيا الفرح. باي باي باي. عرفت النبات اللي ببلش بحرف الضاء ايش هو؟ بطيخة. لا بطيخة. شو بتشهي عن جد انك تحفة، لو ماما وبابا يشوفوك والله غير يكيفوا. عن جد رز تحفة احلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة عن جد تحفة. لما الشمس تغرب تصفر الشجر، يا سلام لما الأم تصحى بكي بعد السهر، يا سلام زيت وزعتر لون الخبز بتدفى واحد واحد عطار. أهلا
وسهلا فيكم من جديد بمطبخ يوم جديد. يعني الكبسة خلصت مع علا، بس للأمانة لذيذة ومختلفة. شو يا علا؟ نفس الإشي كاتي. هلأ شوفي، اللي بيحب الرز ما رح يستوعبها مع معكرونة، بس حتى لو يعني مش يعني بس العايز مضطر. يعني إحنا بدنا نظام غذائي، اللي عم صح. تعمل نظام غذائي، اللي ما بتقدر تطلع على جيم، يعني إحنا عادة شغل البيت هو جهد صح صح وليس صح حرق دهون. يعني أنت بتتعب، جسمك بتعب، بس فعليا أنت ما بتتحرك كتير عشان تحرق الدهون الصح. فنوعا ما ديري بالك على أكلك، مش غلط أبدا. اللي ما عندها وقت، عندها أطفال ما بتقدر تطلع، يعني بتسوى تقولها ذهب هالوصفة. بس زي ما حكيت لك، في أنواع بالسوق فيها نشا نسبة عالية جدا، فإحنا إيش بدنا؟ اللي بالقمح. تمام؟ أوكي. معك، رح نصبح عليهم. طيب عم بيطلبوا أرقام الهواتف لو سمحتوا. وبس مازن بصبح علينا من تركيا، بحكينا صباح الخير. يسعدهم يا رب. حورية عبد الله الشيخ بتصبح علينا، ميسر العناسوة. وأيضا أم حسن مصلح بتصبح علينا، وعمر أبو النعاج بصبح علينا وبعيدنا بعيد الاستقلال. يسعد صباحهم يا رب. وأم رمزي من الكرك، وسهير العبسي بتصبح علينا وبتحكينا صباح الخير. وإيمان العزازمي بتبارك لأخوها قصي بمناسبة المولود الجديد. ملك محمد العدوان، صبحي لو سمحتي على الشيف علا، وأكيد يسلم إيديكي شيف ملكة وفنانة المطبخ، فيهم البركة جميعا. وحنان حسونة شكرا جزيلا. وأيضا صقر أبو هزيم النتشة، صبحي على أمي وأبوي، فإحنا نصبح على أهله بنحكي لهم صباح الخير. أم حسن بتحكي لك إبداعات علا. وأيضا الخوالد محمد، كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا. خلود تحكي لنا صباح الخير. وعلا جابت الدجاج اللي كان بالفرن، فكاد جابت خميرنا. تمام، شايفين انا بس حطيت شويه بهارات. هلا بس اغششكم شغله، للي بيحب دائما مثلا الملوخيه، في ناس بحبوا يحمروا الدجاج تحمير صح؟ صح. احكي للعطار اعطيني البهارات مطحونه طحنه اولى. طحنه اولى يعني شوي خشنه، فلما انت بتحطيها بتكون مبينه معك بهذا الشكل. حلو صراحه. بالضبط. فانت الإشي اللي بدك زي هيك وخلص، طالما ايدك لحالك في المطبخ انت عارفه ايش الإشي اللي بنحطه، اللي هو بيكون للطبيخ، وايش الإشي لتحمير الدجاج مثلا. شايفين حتى مع السمك انا بطلبها مطحونه طحنه واحده، يعني جرشه واحده، خلينا نقول دعسه واحده بس، فبيعطيك اياها خشنه. وعن جد يعني حتى شكلها على التحمير كثير بيكون حلو للي بيحب طبعا. اوكي، هالغلبة هاي. خلص، بس اسمعي جد بيعطي شكل تاني. حلو، كتير حلو شكل الدجاج. وأقل كمان، حتى يعني مثلا إذا تحطي الدجاج تعطيه لون، تخاف تحطي عليه مواد تعطيك سعرات حرارية، وبلون البهار كاتي، بلون، بغير لون اللحم الدجاج طبعا. السمك بغير لك اللون البهار، فلما أنت تجيبيه خشن بضل هيك مبين مزهزه بال. إلهام بتصبح علينا، أنا بتابعكم يوم عطلتي وابني بحضر يوم دوامي، وبرن على التليفون بيكون بيقول لي شو الطبخة اللي عملتها على اليوم. الله يسعدكم عليكم كلكم. رموش رموش و ريان عودي يسعد قلبك. أم محمد قمر كاتي شكرا حبيبتي شكرا. أسيل علي شكرا. أم راشد الضلعين، خلود الرواد، فلة أحمد، وسدين أبو سندس، ونهيل العودات بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. سعد صباحهم جميل. يلا، في معنا ما أحلى الأسماء. صباح صباح الخير يعني. يا صباح الخير يا صباح. كيف علا؟ كيف ما جمع الطف هاي؟ يا هلا يا هلا. هلا والله. بنهنك ملكنا، بنقول له كل عام انت بخير، بخير عيد الاستقلال، الله يحمينا اياه يا ربي، امين على راسنا. نعم، ويحمي الامن العام يا ربي، امين من الفيروس يا ربي. كيف علا؟ والله انا مشتاقه لهالصوت الطيب، صباح الورد وصباح الطاقه. صباح ياسمين وبيف منى وكلكم، بيف ان شاء الله كويسين، كلهم بيسلموا عليك، بدنا سلامتك، يسعدك، طول عمرك. اوكي، في معنا اتصال من ريحان. صباح الخير يا ريحان. ريحان راح. طيب نصبح لك يا ريحان ونحكي لك صباح الخير. يلا، أسماءهم حلوة إن شاء الله، هيك هاي الأسامي. حلاوة أسماءهم بحلاوة حياتهم، بحلاوة أسماءهم. تعرفي حتى الأسامي، أنا بسم الأشخاص نصيب بالأسامي القديمة.
والله يعني بحب مثلا نوف، الهنوف، هدول او الهنوف، يعني هذه الاسامي كثير حلوه. حلوه نعم. طيب منصبح ايضا على عطر الورد ومنصبح عليها ونحكي صباح الخير. خلصتي علا؟ نعم يا قمر. انا هون حطيت المكسرات زيها زي اي كبسه، ما راح نظلمها، حطينا لها الزبيب وحطينا لها اللي هي القلوبات، موجود موجود، مش موجود اوكي مش مهم. بعدين حطينا شويه جزر لان انا عامله كبسه وفيها جزر، بالاضافه للفلفل أخذت حرارته بس شوي بشكل أقل، وهيك صار في عندي كبسة من المعكرونة والمعكرونة اللي بالقمح بعيداً عن الرز. هلأ جماعة الرجيم شو أسهم بتطلع عندهم؟ طبعاً دائما أسهمك مرتفعة حبيبتي، في كل بركة جميعاً. وجد هاي الوصفات كمان صحية للصغار، يعني تعطي فكرها رز أصلاً، هو مش كثير شكلها مختلف. طيب بتحبي ناخذ الوصفه؟ يلا يا قمر رح نعمل هلا الوصفه الثانيه، رح تكون عباره عن عجينه السمبوسك اللي زادت عندك من رمضان وقاعده بالفريزر بتستنى نصيبها، رح نعملها الان بطريقه حلا. يلا ناخذ مقادير حلا الرقائق باللوتس والقرفه. بدنا رقائق سمبوسك مذابه، بدنا زبده لوتس، بدنا بسكوت اللوتس مطحون، بدنا 1 ملعقه صغيره قرفه، بدنا 2 ملعقة كبيرة سكر، بدنا زيت للقلي وماء وطحين لصق للعجين. نعم أطلع؟ طيب خليكي مش مشكلة معك وقت. في كمان في أمر الصوص الأبيض. طيب. لتحضير الصوص الأبيض بدنا 8 أو 5 حبات جبنة كريمية، بدنا نصف علبة حليب مكثف محلى. يلا بس نعم هاي الوصفة، هاي الصوص اللي عملتيه مرة كثير كان رائع، هو هذا اللي للسينابون. يا الله شو ذاك، هو نفسه للسينابون، هو نفسه للشرائح اللي هي مثلا اللي هلا بنعملها عجينه. شوفي اللي ما عندها كاتي عجينه اللي هي سمبوسك لزياده، اذا عندك عجينه سبرينج رول، اذا عندك عجينه خلينا نقول اللي هي بصير احكي شغله فيلوبيستري الاشراك مره عملتيه. والله الاشراك عجبها. لا لا الاشراك الاشراك لا يوميتها يعني خلص تفوقت. حلو حلو، يعني قدر المستطاع بنحاول، قدر المستطاع انا وانت وكل الناس بننقطع فيش. يلا. عندي كذا بتدبري حالك. طيب في معنا اتصال. يلا الو صباح الخير. ام حسين صباح الخير. مرحبا كيفك؟ تمام كيفك انت يا ام حسين؟ شو اخبارك؟ خولة حسين. ايش؟ خولة حسين. خولة حسين كيف حالك يا خولة؟ والله الحمد لله منيحه، كيفكم؟ والله احنا مشتاقين لك كثير. كيف اليوم وصفه الشيف علا؟ حبيب والله بتجنن، حابه اجربها هيك كبسه غريبه. والله هاي الشيف علا معك، تفضلي. اهلا يا قمر صباح الخير يا خوله. علا هلا يا ستي، اهلا صباح العسل. يعني صراحه انت بتسهليها على كل ربات البيوت. نعم صحيح حبيبتي، فيكم البركه، فيكم البركه، صحه وهنا على قلبكم، ان شاء الله بتنبسطوا فيها وبتطبقوها، احنا هذا المهم يعني ما بعد. اهلا وسهلا فيك يا خوله وتحياتنا لك. طيب هلا في معنا يلا أم يحيى. يلا نعم. ألو صباح الخير أم يحيى. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، أنتو كيفكم؟ والله مشتاقين لك، حبيت أصبح عليكم على الشيف علا المبدع. يا صباح الورد، هاي الشيف علا معك، تفضلي. صباح ستي. الخير. صباح الخير، الله يسعد صباحك، كيفك؟ الله يسعد هالصباح الطيب، أهلا يا قمر، أهلا يا شيف علا. يعني أنا بشكرك على طبخاتك المميزة وعلى الطبخة هاي الحلوة الغريبة صراحة. حبيبتي فيكم البركة، إن شاء الله بتجربيها وبتعجبك. إن شاء الله، شكرا. إن شاء الله حبيبتي نورتينا، أهلا وسهلا فيك. تمام هلا احنا زيت نباتي حطيناه على الغاز، بدي الزيت نضيف واقلي فيه العجينه اللي زادت عندي. شو ما كان عندك عجينه رقائق تزبط، سبرينج رول، فيلوبيستري، كولاج، باف بيستري شوي اوكي قلي لا، واللي هي تاعت السمبوسك. تمام انا هون تاعت السمبوسك حطيتها مقابيلي، بعدين رح اروح اجيب سكينه ناعمه مش مسننه او اللي هو عجل البيتزا عشان يمشي معاي، بعدين رح اروح فيه بالميل. يلا نشوف كيف، شوفي بالميل هيك. تمام وبعد ما انا اخذتها بالميل رح اروح، شايفين كيف رح اروح الفها رول، يعني تقريبا كاتي زي اللي هو كرواسان نفس طيب. الشكل الفها 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 وبعدين بلزقها بطحين ومي او بستخدم اللي هي اعواد الاسنان الخشبيه عشان اخذها بهذا الشكل. هي بس انا ليش بحب احطها هيك، لانه ما بتضمني الا تفك في الزيت، فافضل عند اخر مكان انا وصلت له راح احط له العود الخشبي، ولما اطلعها هي راح نعمل كمان وحده انا وياكم.
هاي حمر. أوكي. يلا. تمام معك إحنا نصبح عليهم. طيب. صقر أبو هزيم يحكي لك كبسة مشخصة. وأم سلطان المومني بتصبح علينا وأيضا ميسر العناسوة وأبو ثينة مساعدة ألاء بتصبح علينا مي بتصبح علينا من أبو ظبي بنحكي لها صباح الخير وعبد الله بصبح علينا خلود وأيضا ريان عودي حبيبتي شكرا جزيلا أيوش وأم حذيفة المصري وألاء وسعاد حسني صباح الخير طيب والبرق السريع بيصبح علينا شكرا جزيلا شكرا خلينا ناخذ معنا اتصال الو صباح الخير عائشة صباح الخير كيف حالكم الو الو صباح الخير كيف حالكم تمام كيف حالك انت نوره كاتي صباحك حبيبتي صباح الورد حبيبتي ايش شفاله معك تفضل الو صباح الخير صباحك تفعله كيف هلا يا قمر الله يسعدك يسعد هالصباح اهلا نورتينا حبيبتي طبعا انا سوريه يعني وكثير كثير بحبكم فيك البركه انت ست الكل هياك الله اهلا وسهلا فيك يا قمر فيكم البركه بتعملي لنا طبق قولي شو هو حسب طبق عندنا في سوريا طبيخ ملاح هيك برغل منسف زي منسف بس برغل منسف بالبرغل احنا عملناه على فكره جبنا شفنا نعم بالبرغل عملناه يا قمر بتلاقيه على اليوتيوب تمام اكتبي منسف درزي عملنا صح صح نعم. صح طيب معمر زكي القيروتي بنصبح عليه وبيحكي لنا والدتي بتحضركم فاحنا بنصبح عليها وبنحكي لها صباح الورد ورحاب بتصبح علينا مازن من تركيا بصبح علينا محمد الزيود ورائد جابر بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير نعم طيب انا هلا علا بلشت تقلي بالسمبوسك طيب خليني بس اجيب بدي احركهم اوكي بس هيك بضل احركهم انا زيت نظيف درجه حرارته منيحه عشان ما تطلع من جوا عجين وما تطلع شاربه زيت قدر المستطاع بضل طيب. اقلب فيها بهذا الشكل بعدين انا هون حطيت شويه قرفه كاتي مع الرز مش مشكله السكر السكر اكثر ثلاث معالق كبار سكر ربع معلقه صغيره قرفه ما بدي قرفه كثير ولا تحطي كاكاو الكاكاو بخليها تقلب سودا زي المره اللي عملناها تذكريها فكرها محروقه تمام في معنا اتصال الو صباح الخير ام خالد انا صباح الخير كاتي صباح الورد والفل والياسمين كيف حالك الحمد لله كل عام وانت بخير وانت بخير وصحه وسلامه يا رب الله يسعدك والله منور الشاشه والله حبيبتي النور نوركم احنا بننبسط لما تحضرونا وتتابعونا والله منوري يسعدك يا رب يسعد هالصباح يسعدك هاي الشيف علا معك تفضلي ستي في أحلى من صباحك أنت في الله يسعد هالصوت صباح حبيبتي. البرد صباح الخير شيف علا هلا يا حبيبتي أهلا وسهلا فيكم صباح العسل أهلا كل عام أنت بخير شيف علا وأنت بخير وصحة وسلام إن شاء الله كلكم من العايدين يا الله يا رب نورت الشاشة والله بوجودكم يا حبيبتي منورة فيكم اهلا وسهلا فيك كل ساعه بكل وقت القى الشاشه حبيبتي وما شاء الله على كل شيء بتعمليه ما شاء الله يسعدك يسعدك في كل بركه يا قمر صباحك ورد واهلا وسهلا فيك شكرا على هالاتصال الجميل في معنى اتصال من اناهيد الو صباح الخير اناهيد صباح الورد كاتي صباح الفل كيفك تمام الحمد لله العام انت بخير وانت بخير وصحه وسلامه يا رب الله يجزاك الله لا يحرمنا من هالطلعة الشاشة يا رب انت حبيبتي ما احلاهم ايش في اليوم غمرتوني بلطفكم جد شكرا حبيبتي يسعدك هاي الشيف علا معك تفضلي هلا هلا فيكم طالما انتم بهالروح الحلوه معناته احنا بخير ان شاء الله انت تعطينا الطاقه الايجابيه شيف علا لا حبيبتي انتم البركه وان شاء الله الخير جاي دائما بس يا قولي يا رب الله يا رب أيوة. عليكي شهديني باكلاتك شيف علا يعني عشان تعرفي بس وها بعيونك حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيك وشكرا على اتصالك الجميل حبيبتي بس بدي أعيد أخوي إبراهيم عيد ميلاده حبيبتي يلا عايدي وإحنا بنعيده كمان لإبراهيم من أمي وأبوي وأخواتي وإخوان بعيدوا إبراهيم أبو خليل بعيد ميلاده العمر كله نعم وإحنا كمان بنعيد عليه وبنقول له العمر كله تحياتنا إليك وإله يا صديقتي يعني. العزيزة أهلا وسهلا حطيناه وهو سخن كاتي إذا حطيتيه وهو بارد هلأ لأنه سخن ودرجة حرارته عالية فرح يمسك السكر عليه ويدبق
إذا حطته وهي بارد بعد الزيت رح يهرهر. صح. إذا المهم من الزيت بتصفيه على خلطة اللي هي السكر والقرفة. هلأ أنا رح أقدمه بالشكل النهائي ورح نحط الصوص الأبيض ونشوف زبدة اللوتس، بسكوت اللوتس المطحون. طيب. منيح. يلا معي أم أدهم بتصبح علينا من لواء الكورة، بتحكي لنا صباح الخير، إحنا بنصبح عليها. بتحكي لك كمان إيمان عيد أكلاتك متكتكة. شوف أم ثامر مجالي، شوف شو بتحكي لي. أولي. يا علا بتسهل الطبخ للسيدات حتى المواد المستعملة قليلة التكاليف. رح نطحن البهارات الخشنة، الله يفتحها عليكم ويعطيكم الله يرضيكم. أجمعين. أجمعين يا رب. أجمعين. الله يسعدك. تقوى النوايش بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. وكمان بنصبح على عمران حماد ونايف عليه وبصبح والدته وإحنا بنحكي له صباح الخير. حبيبة قلبي ملك أم محمد العدوان، حبيبتي أم أدهم يسعد قلبك، ومالك أحمد الروابدة بحكي لنا صباح الخير وبصبح علينا. غلا الخلايلة إذا مش خلطانة، صباح الخير يا غلا. وأم لين، أم سلطان بتحكوا تعالوا على عجلون إن شاء الله يا رب، ونأخذ علاوة وتعملنا الحلقة. تتذكرين أو لسه مبارح ببالي من أجمل الحلقات فعلا كانت بعجلون. يا الله كان عبارة عن سحر، كانت لوحة. أنا بحكي جنة. نعم. الله يهنيهم فيها يا رب. في معنا اتصال كمان. أم أحمد صباح الخير. يا صباح الورد والياسمين حبيبتي، يا صباح الفل. الله عليكم منورين علا وكاتي، شو هالحلو، شو هالطل الحلوة. حبيبتي حبيبتي هذا جمال عيونكم. عليكم مبدعة علا ما شاء الله، يعطيك العافية. يسعدك يسعدك ستي، الله يخليك. يسعد الصباح ملكة علا حبيبتي، من بعدكم في كل بركة. الله يسعدك يا رب. الله حبيت أطبع عليك وعلى المذيعة كاتيا و... نعم يعطيكوا ألف عافية، وبدي أحكي كل عام وجلال سيدنا بألف خير بناسبة عيد الاستقلال. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. طيب أم طالب بتصبح على أمها وخواتها وبتحكي لهم صباح الخير. عمر يوسف المشاهرة يسعد صباحكم جميعا. عمر أبو النعاج بيصبح علينا من الأغوار الشمالية، وإحنا بنحكي لك صباح الخير ولكل أهلنا وحبايبنا بالأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى. ريم البراري حبيبة قلبي مني ومن الشف علا، الله يسعدهم جميعا. سميحة بتصبح علينا، عطاف أم، وبتصبح على أم وفيق لأمها العطاف. وأم عامر بتحكي لك شف علا بتجنني. وعيسى عودة دبابنا بتصبح علينا وبعايد على الوطن وجلالة الملك. وأيضا عتباني كتير عليكم، 100 مرة ما طلعت اسمي. ريما الخصاونة صباح الخير. أيوة. يا ريم الخصاونة. طيب شهد بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. في معنا اتصال من أم نضال. ألو صباح الخير. صباح الخير كاتي. صباح الورد، كيف حالك؟ منوري منوري الشاشي حبيبتي، النور نورك يسعد قلبك. حبي أصبح عليك وحبي أول شيء أعيد على الوطن بمناسبة عيد الاستقلال، وأعيد على جلالة سيدنا وعلى الجيش العربي وعلى كل مواطن أردني. يسعد قلبك، كل عام وانت بخير حبيبتي. كمان هاي الشفعة معك. الله يسعد صباحك يا أمر، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ست. هلا يا حبيبتي. هلا هلا اللقاء ومنور الشاشة بوجودكم حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله كل سنة وانتو جميعا بألف خير. وانت سامي حبي أعيد عليك وحبي أعيد على جميع الأخوة في كادر التلفزيون الأردني. كل عام يسمعك الله يخليك يبارك بعمرك. شكرا على جهودك الطيبة حبيبتي، إن شاء الله بتضلك من الطيبين يا رب. شكرا جزيلا. يعني أم شادي الأسمر، أم دحام بتصبح علينا، عمر حماد، عمران عفوا حماد، شكرا جزيلا. نعم. لورا بتحكي لك الله يعطيك العافية شف علا، الله يسعدك. أم طالب بتحكي فنان الشف علا. فريال القصراوي برضو بتعيد علينا، وأم دحام قرأناها. آسيا بتصبح علينا، وأم نايف كمان بتصبح علينا، وخالد بحكي صباح الورد. في معنا اتصال نادية. ألو صباح الخير. صباح الخير نادية، يعطيكم العافية. صباح الوطن الجميل حبيبتي، هلا بيكي، كيف حالك؟ الله يسلمك. أهلين يا ست كافي، شو أخبارك، كيف صحتك؟ والله الحمد لله. نورين الشاشة أنت وبالأخص الشف علا حبيبتي، غنية عن التعريف، يعني ما بقدر أوصفها. طبعا على الكل. حبيبتي في كل بركة. أصبح عليكم حبيبتي، أصبح على الشف علا. وصفة كثير بتجنن حلوة، وبتعطي لكل ست، كل ست بيت يعني أسهل وصفة، يعني أنه يعني ما
ما بتعبها بالتكاليف. بتسهل بتسهل، بتحب بتعقدش على الناس. اكيد أيوة. بتسهل كل شيء. الله يسعدها الشيخ. حبيبتي يسعدكم يطول عمرك. اشكرك ستي، يعني احنا قدر المستطاع بنحاول نسعدكم ونرضيكم فقط، هذا هو وجودنا امامكم، هذا هو الهدف منه. فان شاء الله تكونوا انتم مبسوطين واحنا عم نحقق هالمسؤوليه اللي يعني هو قد يكون فقر الطبخ، ولكن بالنهايه في عنا رساله، والرساله ان شاء الله تكون وصلتكم وتكونوا انتم مبسوطين فيها، اتمنى. نعم شكرا طيب. لك على اتصالك ستي. عمر يوسف شكرا جزيلا. انس العزايمي صباح الخير. ام سلطان المومني شكرا حبيبتي. طيب انا غشيتك كاتي، حسيت عادي مهب. طيب انا هلا حطيتها بالسكر والقرفه، تمام. بعدين نزلت عليها خليط الجبنه والحليب المكثف، تمام. وبعدين حطيت عليها اللي هي اللوتس. هلا في شغله بس بدي احكي لكم اياها لللوتس عشان اللي بتخلي بناتها يشتغلوا ما تفوتوا بهالمطب. بعد اللوتس حطيت اللي هي بسكوت اللوتس المطحون خشن. ما تروحي على المول تشتري اللوتس زي ما هو لانه كتير غالي. في هذا بنباع بالكيلو بالنص وبالدينار وبالربع دينار، بيعبي لك شوفي لوين. عند المحلات اللي بتبيع المواد الخام للحلويات، قولي له عبي لي بسكوت لوتس خشن عشان ما تروحي تشتري الغالي. اوف لا كمان انا شريته بالوزن، طبعا انا مش احسن منهم يعني مبدئيا، كلنا نفس الهاي. اذا في شيء انا بشتري بالوزن انه كثير غالي، فهيك اوفر وابرك. يلا في معنا اتصال من العقبه. محمود صباح الخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك، هلا بيك. كيف الصحه؟ الله يسعدك طول عمرك. انا بحب اعيد عليك وعلى ثلاث منك عبد الله. الله يسعدك، كل عام وانت بخير كمان. والصحة والسلام. تفضل. شكرا جزيلا. شكرا على اتصالك. هلا احنا هاي بس هيك مجرد كسر الوان مش اكثر ومش بحاجه الها، ولكن يعني احنا نحاول نجمل هالصحن ونشجع الستات لحتى هيك تعمل بنفس طيب وحلو. عايشة بتحكي لك عطيني سمبوسك ومسامحك بالباقي. حبيبتي تحت أمرها. عبود أبو جود الفرحات، عمر أبو نعاج، وننتظر منك المزيد من الإبداع يا شفعولة. أنا بأمرك الدلل. ومحمد لدعجة ومريم حسين، أم شادي الأسمر، إيمان العزايم، وأيضا أم رامز الكساسبة. نعم. وأيضا آمنة بتصبح علينا. شو حشيت السمبوسك؟ هي ما حشتها. أيوة ما حطت فيها إشي. مرة عملت لنا زمان بجبنة بالجبنة وخبز شراك كان. صحيح. أبدا ساها أبدا. طيبة جدا. أم سلطان بتحكي لك يا علا أنت اللوتس ليش تحطي؟ يا الله شوفي بالله عليك مين معنا؟ أم شادي صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ الله يسلمك، كيف حالك أنت؟ والله تمام التمام، مشتاقين لكم. أنتوا شو الأخبار؟ الحمد لله الله يحفظك حبيبتي. شفت اليوم وصفات الشيف علا؟ كثير زاكية والله. والله يا أم شادي، هاي الشفعة معك تفضلي. ألو صباح الخير يا أم شادي. صباح النور أهلين. طمنيني شربتي قهوتك؟ الحمد لله. صحة وهنا صحة بالعافية. قولي يا أم شادي ما عندك؟ كثير طبخاتك زاكية. نعم كثير طبخاتك زاكية حبيبتي. طيب رائعة وكل عام وانت والوطن بألف خير. نعم إن شاء الله كل سنة وإنتي سالمة وعائلتك بألف خير، وإن شاء الله إنتوا والبلد والشعب وقائد البلاد بألف خير، وزملائنا كمان بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون أبدعتم حبيبتي مبارح، وراح نهارنا وإحنا قاعدين على الشاشة نتابع هاللوحة الفنية فأنجزتوا. تحياتي إليك ولكل زملائنا كاتي أبدعتم بالأمس. معانا وقت؟ تمام. طيب. احنا بس هون رح أذكر أنا بالوصفات وبعدين نكمل معاكم. طيب. بالتعليقات. يلا طيب بحكي لي أنس العزازمة مش العزايمة حقك علي العزازمة، وأم راشد الضلعين بتصبح عليك تحكي صباح الفل. الله يسعد صباحكم جميعا يا رب. يلا تمام يلا يلا. كبسة المعكرونة بالدجاج عملناها اليوم، اللي بتحتاجوه قطع دجاج بعظمه، بصل، 2 سن ثوم مدقوق، جزر مبروش اختياري، 2 بندورة مقشرة ومفرومة، كمان فلفل أخضر اختياري، 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 1/4 كوب زيت نباتي، ومرق دجاج. يعني كان هاي مكونات. وأيضا بدكم 2 كوب معكرونة، لسان العصفور محمصة، بدنا بهارات صحيحة، لومي، عود قرفة، حب هال،
كبش قرنفل، ورق غار، وبدنا ايضا للبهارات المفرومه ناعمه او الناعمه، بدنا ملح، فلفل اسود، كركم، بهارات مشكله او بهار كبسه، وبدنا كزبره. برضو كمان عملنا او عملت الشيف علا حلى الرقائق باللوتس والقرفه، بدنا رقائق سمبوسك مذابه، زبده لوتس، بسكوت لوتس مطحون، وواحد ملعقه صغيره قرفه، وبدنا 2 ملعقة كبيرة سكر، وبدنا زيت للقلي وماء وطحين للصق العجين. انت مستغربة ليش عدنا مكملة؟ هلا بقول لك. بدنا لتحضير الصوص الابيض بدنا 5 حبات جبنة كريمي ونصف علبة حليب مكثف. ما حلو هيك ملف حول البعض. احنا ما رح نرجع نطبخ من اول جديد، بس ذكرنا. خفت ايش مهلها. تمام يلا يعني العقبة الوصفات. يلا الو صباح الخير. ألو صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفكم؟ شو أخباركم؟ والله تمام التمام، أنت شو أخبارك؟ منورين 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 منورين. نور يحفظ. نورك منورة شف علا حبيبتي. يلا. يا رفيف صباح الورد، الله يحفظكم يا رب. أم رفيف معاكم من العقبة. أم رفيف أهلا يا أم رفيف، أهلا وسهلا فيك. صباح العسل ما شاء الله. نعم تحياتنا إليك ولعائلتك الكريمة. طمنيني كيف الجو عندكم اليوم؟ شوب حلوة شوب صح؟ يا أم رفيف راحت. أم رفيف راحت. أم رفيف إلى مادبة. طيب. على البراد. طب يلا خلينا نروح لمادبة. ألو صباح الخير. صباح الخير، كيف حالكم؟ تمام كيفك أم أيمن؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. طلتكم حلوة وأكلاتكم لذيذة وما شاء الله عنكم. حبيبة قلبي شكرا جزيلا. هاي الشفعة معك تفضلي. أهلا فيك يا أم أيمن، صباح الورد وكل سنة وانت سالمة. الله يسعدك، انت جارة جارتي يعني، ومبسوطة بأكلاتك كل شيء عم تعمليه حلو ما شاء الله عنك. الله يسعدك فيك البركة، الله يطول عمرك، وتحياتنا إليك ولكل أفراد عائلتك الكريمة. أهلا وسهلا فيك يا أم أيمن. تحبي تقرأي شوية تعليقات؟ شوفي اقري انت. شوفي التعليقات خي علا هلا بتقرأ معك. طيب يوسف شاهر النواصرة بسلم على كاتي. الله يسلمك. قال له مسكت التلفون زمان. تمام. شكرا لك يا سيد عماد. آيات القرعان صباح الفل والياسمين. عمر أبو نعاج يلا مطولين تحطوا صفرة. حطينا يا زلمة هات صحنك وتعال. طيب ريم البراري أجمل برنسيسات. ومحمد محمد المخلص محمد صباح الخير. كاتي هانم وشوف على شكرا لك. مسيو محمود صحيح. أنور الحطابي سعد صباحكم وصباحك كمان، بالإضافة إلى سدى ناهد صباح الخير. سلموا على تيتا لمياء من عراق الأمير دائما بتتابعكم، تحياتنا إلها بشكل خاص. رجاء بدوية شكرا لك يا رجاء. وأم هزار وإيمان العزازمة. حسن أبو ميار الخشان شكرا يا حسن. سدى ناهد أهلا وسهلا فيكم، بالإضافة إلى الخوالدة أم محمد أصحاب القلوب الطيبة شف علا والمتميزة كاتي. حطينا السفرة يا سيد عمر، أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لكم جميعا. يعني علا اليوم قدمت لنا وصفات لذيذة. نعم رح أذكرهم يعني. أنا كاتي عملنا الكبسة باستخدام، هلأ الكبسة ممكن تحطي مكانها رز عادي، بس إحنا عملناها اليوم لأصحاب الدايت، للناس اللي بتلجأ بعيدا عن النشويات. عم تظهر أمامكم بالشكل النهائي اللي هي كبسة معكرونة لسان العصفور. إذا حبيتي تستخدمي معكرونة عادية بس بالقمح بصير، يعني الصدف الأشياء التانية البنة مثلا ممكن أنك تستخدميها. بزبط. حلو. بالإضافة أي نوع عجين عندك بالفريزر سواء كان سبرينغ رول، فيلو بيستري، باف بيستري بس شوي، بتقليها وبتنزليها بشوية قرفة وسكر أبيض حبيبات مش مطحون لأنه بيخرب الدنيا بيدبق. حطينا عليها اللي هو الصوص الأبيض من الجبن الكريمي إيش ما كان عندك، معلقة مع شوية نص علبة حليب مكثف محلى بتمشي الأمور. وحطينا عليها لوتس وبسكوت لوتس، إذا بدك حطي من اللي هي شوكولات نوتيلا أو أي شوكولات عندك، شوي من الفواكه لنكسر الألوان. اليوم أنا وصلت لنهاية فقرتي لليوم بفقرة مطبخ يوم جديد مع زميلتي كاتي فراج. بدي أودعكم وأستودعكم لله، والله خير الحافظين. إلى اللقاء. يعطيك العافية شف علا، وبيكونوا خلصوا فقرات برنامجنا الصباحي يوم جديد. دائما خلي إيمانكم بالله كبير، ودائما إذا حسيتوا حالكم مظلومين في رب يخذ لكم حقكم، إذا مش اليوم بكرة، فتوكلوا على الله، ودائما نكون عندكم قناعة بأن القادم أجمل. بترككم في أمان الله، إلى اللقاء.